هل سمعتم عاقلا يقول أن الرجال الخليجيين محجبون؟ طبعا لا، ولكن إذا اعتبرنا أن الحجاب هو كشف الوجه والكفين فإن جميع الرجال الخليجيين محجبون. إنه التلاعب بالمصطلحات. في اللغة سفرت المرأة أي كشفت وجهها، أما معنى الحجب فهو الستر. يقال حجبت السحب الشمس أي سترتها فلا تراها. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أنهم لا يمكن أن يروا الله عز وجل عقوبة لهم. في حادثة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. في اللغة العربية هذه تعني محجبة، وهذه منقبة، وهذه سافرة، وهذه متبرجة. جائزة 10,000 ريال إذا عرفت أيهن الأجمل. مستحيل، لأنهن محجبات. هل تستطيع أن تعرف الأجمل؟ طبعا تستطيع، لأنهن سافرات الوجوه. فهل هن محجبات؟ إنها خطوات الشيطان.